الوطني والإسكاني ببلادنا تصعب مقاربته من زاوية واحدة نظرا لتضاخم الإكراهات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دون أن ننسى كذلك شساعة مجال التعمير وتعقد موضوعاته وتعدد المتدخلين فيه، وكذا الظرفية الحالية التي تمر بها بلادنا على غرار باقي الدول من أزمات صحية ومناخية وتحولات دولية وارتفاع في الأسعار ونضرة في المواد الأولية، كلها معطيات تفرض ضرورة اعتماد رؤية موحدة ومنهجية ناضجة قوامها الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي للتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في النسخة الجاوية للحوار الوطني للسكنة والتعمير الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة، واللي كنشكروا بهذه المناسبة وزارة الإسكان على الدور، على هذه الفرصة اللي أتاحتها للمتدخلين الجهويين من أجل المشاركة والإدلاء بالدلو ديالهم في هذا الحوار والإغناء ديالو بمقترحات كنظن تكون مفيدة للجميع. نحن في مجلس الجهات فاس مكناس سعداء بهذا الحوار، ونتمنى اعتماد وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب كوثيقة أساسية ومحورية في كل ما يهم التصميم ومجال التعمير في الجهة، وشكرا جزيلا.